كانت مو الساعة، وهي مو الساعة كنا مقتنعين أنه الاختيارات ديال عموتة يعني كانت هي أفضل، يعني أفضل لاعبين اللي كيمارسوا في البطولة الوطنية ولا في الدوريات العربية. فاللائحة النهائية ضروري خصها تكون مقلصة على اللائحة الموسعة، وبالتالي فكان ضروري أنه غيكون نقاش حول بعض الأسماء، ولكن ضروري أنه كان خصها تقلص، وبالتالي فالاختيارات مبنية على مجموعة من المعطيات اللي المدرب خصو يكون عارفها، لأنه هو الأقرب للاعبين، يمكن أنه تحدث مع لاعبين يعني بالتشكيلة الكاملة، شكون اللي جاهز شكون اللي ما جاهز، كذلك العطاء البدني والتقني وما إلى ذلك.